يا أخي انتفخ قلبي وأنا أشرح لك، طقت جوزة حلقي وأنا عم حاول فهمك، يا عبث ما كنت تفهم. أصدقائي ومتابعي الكرام، أهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد ومصطلح جديد من مصطلحات اللغة التركية الشائعة والمستخدمة جدا في الشارع التركي. أنا أحمد عبد المجيد، ومصطلحنا لهذا اليوم هو المصطلح بواز باتلاتماك. بواز باتلاتماك يعني تدقيق الحلق، هاي حرفيا. استاذ، نحن بنسمع بتدقيق البوشار، اما تدقيق الحلق فهي يعني جديده. لا، مو جديده ابدا. هذا المصطلح يعني مجازيا كاش طرفا الله طبيب ميك ذا قبولة مسيني سالما كيتشن بير كونو أزرندة أزون أزون كونوش معك. يعني التحدث طويلا مع الطرف الآخر لإقناعه بفكرة ما أو موضوع ما، يعني ضلني عم احكي مع نفس مع شخص بنفس الفكرة لفترة طويلة. بان يارم ساعات تير بوشونا بواز باتلات يورو، يعني أنا إلي نص ساعة عم إلعي عالفاضي محشوم. بان يارم ساعات تير بوشونا بواز باتلات يورو. باشكا بيرورنا يجدلم بو كونو هكذا ساعات لرجة بواز باتلات بيليرم. Bu konu hakkında saatlerce bazı batlatabilirim. Yani no ana fini dalli am ihki saat u saat an hada al mudu. Ama ne faydası? Bu kadar arkadaşlar. Dallu khair u la tebkhalu alayhi bi ta'likatkum al hilwa wal latifa zaykum, u ma tansu tshaarku al video ma al asdiqa. Mu mshan shi, mshan ta'mel faida.